والله يا ليلى ما نمنا من امبارح، انا وداليا قاعدين جنبه. It's unbelievable. مش قادر اصدق واحد في سنك يعرض نفسه يجيله ذبحه. انت بتقولي ايه يا ليلى؟ انا عرضت نفسي لاي حاجه، انا فجاه تعبت وخلاص يعني. ويا ترى تعبت ليه؟ ايه اللي جد جديد؟ بقى تجيب واحده تقعد معاك في البيت؟ يا مراهق بتخطرفي بتقولي ايه؟ لا يا ليلى، مفيش لزوم للكلام ده دلوقتي خالص. انت ازاي اصلا تفكري بالطريقه دي؟ مراد انت كده هتتعب تاني، اهدى. ما تنفعلش يا مراد ارجوك. انا عايزه اعرف مين دي؟ وايه اللي خلاها تقعد عنده في البيت؟ دي كانت هتموته. لو سمحت بلاش تخليه يتكلم في حاجه تضايقه دلوقتي. ايه ده بتكلمني دي؟ انت مين انت عشان تكلميني بالمنظر ده؟ انت ازاي تدخلي بيني وبين اخويا؟ انت تخلصي خالص فاهمه؟ ايوه طلعها بره مختار. انت بتطردني عشان واحده زي دي؟ والله ما حاسبه، هبلغ ولادك، مش هسيبك تبهدلني وتبهدل نفسك، سامع؟ ايه يا ليلى؟ ايه؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ عشان خاطري اهدى يا مراد. انت فاهمه الموضوع غلط خالص. الحكايه ان مراد خبط داليا بالعربيه. الحكايه ان البيه اللي جوه له علاقه بالسفله دي، ولان سنه ما يستحملش القرف ده وقام طوله طب. ممكن تسمعيني؟ أنا مش هسمعك، أنا مش عايزة أسمع القرف ده كله، أنا هعمل اللي عليا وهروح أبلغ العيال، ومش عايزة أشوف وشه لغاية ما نخلص من الزبالة دي. يا ليلى. مش ممكن أختك دي فظيعة. بحاول أشرح لها إنك خبطت البنت دي، مفيش، بكلم كشك. أختي مزعجة يا مختار، أنا عارفها. مزعجة وشريرة. أنا آسفة يا داليا، آسفة. وأنت ذنبك إيه يا مراد؟ مش عارف إيه اللي خلاها تفكر في حاجة زي دي وبسرعة قوي كده. أهي متسرعة وغبية. اسمع يا مختار، أنا مش عايز لا ليلى ولا أي حد يعرف حاجة عني، مفهوم؟ لو سألتك على موضوع داليا أو أعطيتيها أي معلومة كويسة، أنا عايزاها تقعد تحرق في نفسها وتموت بغصها كده. أنت شكلك ابتديت تتعب، أنا هنده لك الدكتور. لا خلاص، أنا بقيت كويس مختار، كويس. أنا آسف كمان مرة يا داليا، آسف. وأنت ذنبك إيه يا مراد بس؟ طب أنت محتاج مني حاجة؟ أنا لازم أروح وأعمل كام مشوار كده وأرجع لك تاني. ممكن يا مختار بليز تكلم فردوس تبعت لي هدوم، أنا ما غيرتش من امبارح. حاضر. ميرسي. عن إذنك. مع السلامة. أنا مش مهمة خالص دلوقتي، المهم أنت تقوم لي بالسلامة وتخف لي وبسرعة. أنا عايزة أنام. هطفي لك نور الأوضة.
صباح الخير. محمود اتفضلي. انا جاي اطمن على مراد بيه. تحبي تشربي حاجه؟ لا ميرسي قوي. انا اول ما عرفت ان هو تعبان كلمته على الموبايل كتير لقيته مقفول، علشان كده فكرت ان انا اجي لك اسالك عليه ولو ينفع نروح نزوره. ده بعد اذنك طبعا. انا لسه جاي من عنده وطمنت عليه، شكله هيبقى كويس ان شاء الله. يعني مش هنروح نزوره؟ طيب انا جيت ليه بقى؟ جيتي عشان تشربي معايا فرنش واين؟ لا 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 انا ما بشربش ما بشربش. يبقى اكيد جيتي عشان تشوفيني. لا طبعا. ليه لا طبعا؟ عشان علشان انا ممكن اشوفك في الشركه. ايوه بس في الشركة هنتكلم في شغل ومش هنعرف يعني نبقى على راحتنا. أنا جاية أطمن على مراد بيه صاحب الشغل برضو. ولو إني مش مصدقك قوي يعني بس ماشي. أنت ليه بتقول كده؟ عشان لو عايزة تطمن على مراد بيه وكلمتيه في التليفون لقيتيه مقفول، هتكلميني، هتكلمي السكرتيرة بتاعته، هتعرفي المستشفى فين، الو رقم الغرفة، سهلة يعني. قصدك إن أنا كنت بتلكك علشان أجيلك؟ لا، أنا ما قلتش كده. أنتِ اللي قلتي. أوكي، أنا همشي. استني بس. رايحة فين؟ معقولة يا مروة أول يوم تزوريني فيه ما تكمليش خمس دقايق كده تسيبيني وتمشي؟ طيب اعمل ايه يعني؟ امسكي ده وده. وعلى فكره انا فكرت في الموضوع وممكن انزل نزور مراد بيه مع بعض بس على شرط. شرط ايه؟ نروح له بالليل. بالليل؟ طب هنعمل ايه لحد بالليل؟ حاجات كتير جدا. تعالي بس انا ما بشربش. ولا انا بشرب، انا بشرب عشان الناس بس. بجد؟ اه وانا كمان على فكره.